الثلوج تعود إلى أعالي جبال الإيدوق ببلدية سيرايدي بعد طول غياب، مشكلة لوحات فنية أقل ما توصف به أنها رائعة، استحسنها الجميع ولسان حالهم يقول تلجت فرجت. أولا نشكر ربي سبحانه على هذه النعمة تاعو، عندنا مدة ما شفناش الثلج والحمد لله ربي اللي استجب للدعوة تاعنا وصلات الاستسقاء وكذا والحمد لله وصافي بليزير. هذا الثلج هذا جا مع الشان وجا مع هذيك، تسمى الخير يجي ضربة واحدة. استقبلناه بكل فرحة وأنا فرحانين، الأولاد فرحانين بهذه الأجواء. الحمد لله يا ربي على هذه النعمة، وعنده 5 سنين من اللي ما صبش هاد الثلج، واليوم خرجنا مع الولاد نفرحوا شويه وندوروا ونشوفوا الاجواء هذه. هو قريب واحد 5 سنين ما صبش الثلج في سريدي، وتسمى حاجه ملاحه. انا سريدي احنا الثلج توحشناه قد عنده ما صبش، احنا بالك صافي بليزير درك كي تشوف الناس يجي والدنيا تولي بيان، ما حتى دي نعمه من عند ربي سبحانه. في حال تواصل التساقط وارتفاع سمك الثلوج، فإن السلطات جاهزة لفتح الطرقات وتقديم مختلف الإعانات. الدولة جاهزة لكل شيء، يعني الحمد لله، يعني سريدي ماهيش بعيدة ياسر على مقر الولاية. حسب اللي بي ام اس راهم يجيو، يعني الثلوج تبدا يعني تكون خلال هذه الامسيه والدوم لمده 3 ايام. احنا دوم يعني بلديه يعني تطلب الاعانه من مديريه الاشغال العموميه والمؤسسات العموميه الاخرى اللي تتوفر على وسائل اللي تقدر تعاوننا في فتح الطرقات. سيرايدي الساحره ستزداد روعه بعد ارتدائها للرداء الناصع البياض، لانه مع هكذا ثلوج ستزهر المروج.